السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما يردني سؤال عن مدة فك الشدة الخشبية عن الخرسانة بعد الصب. يعني مثلا لدينا عمود به حديد تسليح ووضعنا الخشب محيط به، ثم صببنا هذا العمود بالخرسانة كونكريت. متى نفك الأخشاب عن العمود بعد الصب؟ هذا هو السؤال. والإجابة أن القواعد والأعمدة يتم فك الأخشاب عنها بعد يوم واحد. أما الكمرات والبلاطات بيمز وسلابز فيتم فك الأخشاب عنها بعد ضعف مساحة البحر الصغير زائد 2. ما معنى هذا؟ يعني بالنسبة للكمرات والبلاطات، لو أن لدينا بلاطة 5 × 6 متر، البحر الصغير هو 5، فقلنا ضعف مساحة البحر الصغير، يعني 5 × 2 = 10. قلنا ضعف مساحة البحر الصغير زائد 2، 10 × 2 = 12 يوم. فنفك الأخشاب عن هذا السطح البلاطة بعد 12 يوم. أما الكابولي فبعد 4 أضعاف بروز الكابولي زائد 2. الكابولي يعني الكانتيليفر، يعني كالشرفة. لنقل مثلا أن لدينا شرفة ببروز 2 متر، قلنا 4 أضعاف بروز الكابولي. بروز الكابولي 2، ب4 أضعاف ضرب 4 = 8، زائد 2 = 10 أيام. مع العلم بأن الكود لا يسمح بفك الشدة الخشبية قبل 7 أيام. يعني مثلا لو أن لدينا بلاطة صغيرة، لنقل 3 × 2 متر، البحر الصغير ضعف مساحة البحر الصغير، البحر الصغير هو 2، ضعف 2 × 2 = 4، قلنا زائد 2 = 6 أيام. فهل نفك الشدة الخشبية بعد 6 أيام؟ الجواب لا، نفكها بعد 7 أيام. هذا ما ينص عليه الكود المصري، مع التفريق بين موضوع فك الشدة الخشبية وبين موضوع تحميل الأحمال على الخرسانة. فتحميل الأحمال على الخرسانة لا يتم قبل 21 يوم. يعني مثلا صببنا عمود، لا نقوم بالتحميل على هذا العمود، مثلا بلاطات أو كمرات، لا نقوم بالتحميل عليه قبل 21 يوم. ويعني حسب الكود التحميل يكون بين 21 و 28. يعني باليوم 28 بحسب الكود الأمريكي، باليوم 28 تكون الخرسانة قد أخذت 85% من قوتها. هذا باليوم 28. فلو انتظرنا أكثر تأخذ الخرسانة أكثر من قوتها، ويكون أفضل كلما انتظرنا أكثر قبل التحميل عليه. هذا الجواب عن السؤال.